السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله عز وجل هنتكلم عن درس مهم جدا اللي هو الفيوتشر فورمز اللي هم أشكال المستقبل. وإن شاء الله عز وجل هنسيب لك الورق إن شاء الله عز وجل في صندوق الوصف. وعايزك بداية تعرف إن أشكال المستقبل في الإنجليزي ست: فيوتشر سيمبل اللي هو المستقبل البسيط، والنير فيوتشر اللي هو المستقبل القريب، وذا بريزنت كونتينوس تنس اللي هو زمن المضارع المستمر، وبعدين the present simple اللي هو المضارع البسيط، وبعدين the future continuous يعني المستقبل المستمر، والfuture perfect اللي هو المستقبل التام. تعالوا كده ناخدوهم واحدة واحدة، وإن شاء الله أنا هنكسب لكم يعني الدرس على two parts عشان خاطر تعرفوا وتركزوا كويس معايا، الله يكرمكم. يلا كده معانا أول شكل في الأشكال the future simple tense يعني زمن المستقبل البسيط. وحقيقي يا جماعه المستقبل البسيط ده هو بيتكون من فاعل ويل زائد المصدر، فاعل ويل زائد المصدر، وفي المجعول من مفعول ويل بي وتصريف بتاعت الفعل. يبقى المعلوم يعني الجمله بتبدا بالفاعل، والمجهول الجمله بتبدا بالمفعول به. فنقول ذا درينكس المشروبات، هي المشروبات يا جماعه هتطلب ولا تطلب؟ لا تطلب. يبقى هنقول ايه؟ ويل بي اوردرد. ويل بي ايه؟ ويل بي اوردرد. طب يا ترى يا جماعه المستقبل البسيط ده نستخدمه في ايه؟ تعال نقول لك وبعدين نفصل لك. رقم واحد الحقائق وخاصة العمر. الحقائق وخاصة العمر. رقم اثنين القرار السريع. رقم ثلاثة القرارات الوقتية. رقم أربعة العرض أو الطلب. وحاجة اسمها الوعد والتهديد. العرض والطلب والوعد والتهديد. وحضرتك لما تلاقي صفة شخصية دائمة. وحضرتك لما تلاقي تحذير من دون علامة. ويا سيادتك لو لقيت جملة مضارع بسيط الجملة الثانية بتبقى مستقبل. تعال بقى السمارت بورد ونفصل لك واحدة واحدة إن شاء الله. أول واحدة الحقائق وخاصة العمر. بص لما تبقى شيء حقيقة، يعني مثلا نقول إيه؟ وينتر سبيس أجين، يعني الشتاء هيعود مرة أخرى. دي حقيقة، تمام؟ يبقى هنقول إيه يا جماعة؟ مستقبل بسيط، يبقى هنقول ويل زائد المصدر، ويل زائد الإيه؟ المصدر، يبقى هنقول ويل كام. بص كده العمر، ساعة ما يقول لك أي حد عمره قد كده، ساعة ما يقول لك إن أي حد عمره هيبقى قد كذا، يبقى على طول تاخد مستقبل بسيط. بص كده من صفية سبيس 24 نيكست يير، يعني من صفية هيبقى عندها 24 سنة العام القادم، يبقى إيه؟ يبقى هتبقى ويل بي. طيب القرار السريع، إيه هو القرار السريع؟ بص يا جماعة القرار السريع اللي بنعمله على طول من غير تفكير. الدنيا حر هنشغل مروحة. الدنيا حر هنشغل التكييف. الباب بيخبط هنفتح الباب. التليفون بيرد بيرن هنرد على التليفون. التليفون بيرن هنرد على التليفون. قرار سريع. بتاكل في المطعم هقول لك هتاكل ايه؟ هناكل كذا. بتصلح حاجه هتعمل ايه؟ هتعمل كذا. ده اسمه ايه؟ اسمه كويك ديسيجن، يعني قرار ايه؟ قرار سريع. بص اهو كويك ديسيجن يعني قرار ايه؟ قرار سريع. بص كده ذا تليفون از رينجينج، التليفون بيرن. اي سبيس ات، يبقى هرد عليه. اي بنقول ايه؟ الله يفتح عليك. اي ويل انسر ات، يعني سوف ايه؟ سوف ارد عليه. بص سيادتك بيقول ايه بقى؟ There is someone knocking on the door، يعني في حد بيخبط على الباب. هتعمل ايه؟ اي سبيس ات ويل اوبن. اسمه ايه؟ اسمه قرار سريع. اسمه قرار ايه يا جماعه؟ سريع. بص بقى في نوع تاني اسمه ايه؟ اسمه الترتيبات الوقتيه، يعني اشبه بالقرار السريع، بس في له كلمات دل. ايه الكلمات اللي دل عليه؟ بص كده ديسايد ناو، او ديسايد قبلها نفي، او نفي قبل ميد اب مايند، او جاست ديسايد. ثاني كمان مره يا جماعه نعرف الترتيبات الوقتيه ازاي؟ ايه هي المفاتيح اللي هنعرف بيها الترتيبات الوقتيه؟ بص سيادتك ديسايد ناو، ديسايد ناو يعني قرر الان، او جاست ديسايد، او جاست ديسايد، او نفي قبل ديسايد، او نفي قبل ميد اب مايند. لما بنلاقي واحده من دول في نفي قبل ديسايد، او نفي قبل ميد اب مايند، او قبل او كلمه ديسايد ناو، او جاست ديسايد، بناخد ايه يا جماعه؟ بناخد ويلز اد المصدر. بص كده احمد هازنت ديسايد يت، احمد لم يقرر بعد. شوف ادي النفي اهو، وضحتها قبل مين؟ قبل ديسايد. هي سبيس نيكست مانس. طالما يا جماعه لقيت نفي قبل ديسايد يبقى هناخد ايه؟ هناخد ويل ترافل. طيب يا جماعه اللي بعد كده التنبؤ بدون دليل، يعني بتنبأ بشيء بس معيش معايا دليل.
يعني مثلا نقول علينا البريدكشن اي ثينك ات، انا اعتقد ان ايه سوف تمطر، يبقى سوف تمطر دي هتبقى ايه؟ هتبقى ويل رين. وهنا يا جماعه معظم الكلمات اللي داله على المستقبل البسيط اساسا، وهتبقى لكم يا شباب منين؟ اساسا من الجزئيه دي. زي مين يا جماعه؟ بص كده الكلمات الداله على المستقبل البسيط، يعتقد ثينك، يعتقد ثينك، يفترض السيوم، يفترض السيوم، يعتقد بيليف، يعتقد بيليف، يتوقع اكسبكت، يتوقع اكسبكت، يشك داوت، البي طبعا سايلنت، يشك داوت، يامل هوب، يامل هوب، يعرف نو، خلي بالك كده سايلنت، يعرف نو. يمكن القول دير ساي، يمكن القول دير ساي، يتنبأ بريدكت، يتنبأ بريدكت، يفترض سبوز، يفترض سبوز، يوعد بروميس، يوعد بروميس، يتساءل وندر، يتساءل وندر، ربما بيرهابس، ربما بيرهابس، ممكن بوسيبل، ممكن بوسيبل، من المحتمل بروبابل، من المحتمل بروبابل، يخشى او يخاف افريد، يخشى او يخاف افريد، بالتاكيد سيرتينلي، بالتاكيد سيرتينلي، بالتاكيد ديفينيتلي، بالتاكيد ديفينيتلي، بالتاكيد شور. يبقى دي كلمات بتدل على ايه؟ بتدل على المستقبل البسيط. تعالى كده نجيب معايا حته ثانيه بقى. بص يا سيدي الفاضل بيقول ايه؟ فيل ذا فولوينج ويز، يا ترى هنحط ويل رين ولا تو رين ولا وود رين؟ اي اكسبكت سبيس تومورو، والثانيه اي اكسبكت ات سبيس، واللي بعديها اي اكسبكتد ات. ايه الحكايه دي يا جماعه؟ قال لك اه والله في افعال من اللي داله، في افعال من اللي داله على المستقبل البسيط زي اكسبكت او زي بريدكت او زي هوب. الافعال دي لو ما جاش بعدها فاعل ناخد تو زاد المصدر، لو ما جاش بعدها فاعل ناخد تو زاد المصدر. بص كده اي اكسبكت اهو، يبقى هناخد تو زاد المصدر، يبقى هناخد تو رين، تو ايه؟ تو رين. طيب يا جماعه لو جه بعدها فاعل، قال لك لو جه بعدها فاعل وهي في المضارع ناخد ويل زائد المصدر، يبقى هنقول ايه؟ ويل اهو، ويل رين. طيب لو كانت في الماضي يا جماعه اكسبكتد زي كده وجه بعدها فاعل برضه، قال لك اه لو كانت في الماضي وجه بعدها فاعل يبقى هناخد وود رين. يبقى تاني تاني، بص يا حبيب الافعال اللي داله على المستقبل لو ما جاش بعدها فاعل ناخد تو زائد المصدر، الافعال الداله على المستقبل لو كانت في المضارع وجه بعدها فاعل ناخد ويل زائد المصدر، ولو كانت في الماضي وجه بعدها فعل ناخد وود زائد الايه؟ وود زائد المصدر. بص معايا كده اهو، قاعده اهي، بص الافعال الداله على المستقبل اهو، اذا لم ياتي بعدها فاعل يلها تو زائد المصدر، فاذا جاء بعدها فاعل وهي في المضارع نختار ويل زائد المصدر اهو، وذلك اذا كان الفعل في المضارع، ولكن اذا كان الفعل في الماضي نختار وود زائد الايه؟ وود زائد المصدر. بعد كده يا شباب زي ما قلت لك الوعد، الوعد اللي هو بروبس، يعني انا بنوعدك بشيء. فمثلا على سبيل المثال يقول لك ايه يا جماعه؟ اي سبيس يو اف يو جيت فول ماركس، يعني انا سوف اكافئك لو حصلت على الدرجه النهائيه. يبقى ده وعد، يبقى الوعد نجيب ايه؟ نجيب مستقبل بسيط، يبقى ويل زائد المصدر. طيب يا جماعه العرض والطلب، العرض والايه يا جماعه؟ والطلب. العرض يعني انا بنعرض عليك شيء، انا بنعرض عليك شيء وبيبقى عرض في صوره جمله خبريه. والطلب انا بنطلب منك شيء وبيكون على هيئه سؤال. فمثلا بص يا جماعه this bag looks heavy، يعني الحقيبه دي تبدو ثقيله. I space this bag for you، انا سوف احمل لك، اعرض عليك ان احمل لك هذه الحقيبه. فالعرض بيبقى زي ما انتم شايفينه كده جمله خبريه، وبتبقى مع المستقبل البسيط اللي هو ويل زائد الايه؟ ويل زائد المصدر اللي هو ويل كاري. اللي بعديها space you write this lecture for me، يعني هل ممكن تكتب المحاضرة ديت ليا؟ ده ايه؟ ده طلب. الطلب ده من استخدامات الايه؟ المستقبل البسيط، وزي ما انت شايف كده بيبقى جملة ايه؟ بيبقى جملة استفهامية، فهنقول ويل يو رايت. بص حضرتك لو ادالك جملة مضارع بسيط، لو ادالك جملة مضارع بسيط تيجي بعديها هتاخد مستقبل. بص حضرتك علي ستادز هارد، علي ستادز مضارع بسيط، هيز بيس ذا اكزام، يبقى ايه؟
he will pass the exam. بص نقول سما runs quickly يعني سما بتجري runs quickly ها she will win the race يعني سوف تفوز بالايه سوف تفوز بالسباق اهو اهي جات لوحدها بس هبه قال ايه يا جماعه هبه runs quickly يعني تجري بسرعه she is best the race يعني سوف تفوز بالسباق يبقى ايه will win طب ايه كمان يا جماعه قال لك الصفات الشخصيه الدائمه يعني ايه يا مستر الصفات الشخصيه الدائمه يعني مثلا لما نقول ماهر كليفر وذكي انتليجنت ولما نقول عبقري جينيوس الصفات دي صفات دائمه فالصفات الدائمه دي لما تلاقيها خد ويل زائد المصدر خد ويل زائد الايه ويل زائد المصدر بص معلي كتب قول ايه يا جماعه بيقول علي اس كليفر دي صفه دائمه هي باس ذا اكزام يعني سوف يجتاز الامتحان فهنقول ويل باس تسعة يا جماعة التهديد بدون علامة يعني بدون علامة يعني نلاقي كلمة من الكلمات دي زي كلمة or أو or else أو otherwise أو watch out أو be careful وما بعدهمش لا كما ولا بعدهم exclamation mark يعني علامة تعجب يا جماعة التهديد يعني إيه يعني نقول لك نلاقي علامة نلاقي علامة نلاقي سوري التهديد يعني إيه يعني نلاقي كلمة من الكلمات دي اللي هي مين اللي هي كلمة or أو or else أو otherwise أو otherwise أو watch out أو be careful كلمة من الكلمات دهم ما بعدهمش علامة تعجب ولا كما يعني لا ديت ولا دي بدون علامة خلاص تعالى كلمة دي كمثال عليها بيقول لك إيه come on time or بص أهي ناشفة خلاص بص I miss you يعني تعالى في الوقت المحدد وإلا سأعاقبك وإلا يبقى come on time or I will punish you يعني سوف أعاقبك تعالوا يا جماعه نروق عليكم ترويقات حلوه كده عشان خاطر ايه الدرس ده انا فعلا عايز تبقوا كويسين فيه يلا يا جماعه بيقول ايه اي اكسبكت انا اتوقع يو سبيس جيت هاي ماركس ذس يير اتوقع انك انت هتحصل على درجه عاليه هذا العام حبيبي مش اكسبكت من الافعال اللي دل على المستقبل البسيط وبالتالي هناخد ويل جيت يعني ويل زائد الايه ويل زائد المصدر يلا يا جماعه اللي بعديه اي اكسبكت رامي سبيس ا سكسسفول انجينير وان داي اتوقع ان رامي سيكون محامي سوري مهندسا ناجحا يوما ما مش اكسبكت دل على المستقبل البسيط ايوه يا مستر يبقى ناخد ايه ويل زائد المصدر اللي بعديها اي هوب شي از بيست ان تاتش ويز اس افتر جوينينج يونيفرستي نيكست يير يعني بيقول اتمنى انها تظل على اتصال معنا بعد الانضمام للجامعه العام القادم يا حبيب مش كلمه هوب دل على المستقبل البسيط يبقى هناخد ايه هناخد ويل زائد المصدر يبقى هناخد ويل كيب اهي يلا حب معايا She will probably the conference tomorrow يعني هي من المحتمل انها هتحضر المؤتمر غدا مش كلمة probably كلمة دل على المستقبل البسيط ايوه يبقى ناخد ايه يبقى ناخد will زائد المصدر will زائد الايه المصدر طب احنا عندنا دي will اهي هندور على المصدر تحت اهو attend اللي بعدها يا جماعة hurry up or you space the bus يعني اسرع خلي بال حضرتك والا احنا قلنا دي كلمة ايه or اي or ديك لا بعدها علامة ولا قبليها الناشف اهي هاري اب والا مفيش بعدها حاجه صح يبقى ناخد ايه تحذير تهديد بس مفيش بعديه لا كوم ولا غيره لا كوم ولا علامه تعجب فناخد ويل زائد المصدر المستقبل البسيط يلا حبايب لايف ان ذا كونتري يعني الحياه في الريف بيتر افتر امبلمنتنج يعني الحياه في الريف هتكون افضل بعد تنفيذ Decent Life Initiative Decent Life Initiative يعني مبادرة حياة كريمة God willing يعني إن شاء الله طبعا يا جماعة ده إيه؟ ده تنبؤ صح؟ وما فيش دليل معين عليه يبقى هناخد will زائد المصدر اللي هناخد will be When do you think متى تعتقد the government the new initiative يعني يا جماعة بيقول متى تعتقد ان الحكومة ستنفذ متى تعتقد ان الحكومة ستنفذ المبادرة الجديدة مش يا جماعة كلمة سين كده كلمة دل على المستقبل البسيط ايوة يا مستر يبقى ايه يبقى ناخد ويل زائد المصدر يبقى ناخد ايه ويل كاري اوت Don't worry I am sure space them again soon يعني بيقول له لا تقلق انا متاكد انك انت هتشوفهم حالا يا مستر مش كلمه اي ام شور دي اي ام شور دي دل على ايه على المستقبل البسيط يبقى دل على المستقبل البسيط يبقى هناخد ايه ويل زائد المصدر يبقى نقول يو ويل سي ذم
يلا يا جماعه. I expect I miss you at the weekend. يا مستر اتوقع ان انا هنقابلك في نهايه الاسبوع. My expect دي دل على المستقبل البسيط اللي هو بتكون من ايه؟ من will زائد المصدر وبالتالي ناخد I'll see. يلا يا جماعه. This school 50 years old next year. يعني يا جماعه ان المدرسه دي هيكون عمرها 50 سنه العام القادم. العمر حقيقه والحقيقه مع ايه؟ مع ويل. اساتذتنا كانوا بيعلموها لنا كده، العمر حقيقه والحقيقه مع ايه؟ مع ويل. يبقى ويل بي. By the age of 25 I expect I space abroad. يعني هنكون سافرت للخارج to complete my study. يعني يا جماعه وانا عندي 25 سنه. By the age of يعني انا يعني يا شاطر الامانه العلميه المفروض الجمله دي تبقى ايه؟ هنقول I will have traveled. يعني هنكون سافرت. لان ايه؟ لان ده اسمه مستقبل تام. will have traveled. ومعذره يعني رح نشرحه لكم بس في الجزء الثاني. Someone's at the door. في حد على الباب. في حد بخبط على الباب. I suppose who it is. هنشوف هو مين. يبقى ده اسمه ايه؟ اسم قرار سريع. والقرار السريع من استخدامات مين؟ استخدامات المستقبل البسيط اللي هو بتكون من ايه؟ من will زائد المصدر. يبقى ناخد ده. I am sure that Maryam is best first. انا احنا عندنا كلمة شور وشور دي دلعة مستقبل البسيط اللي هو بتكون من will زائد المصدر. يبقى ناخد ايه؟ will come. اللي بعدها I expect Nada's best the exam with high marks. يعني اتوقع ان ندى هتجتاز الامتحان بدرجات عاليه. خلي بال معليه مش اكسبكت ده دل على المستقبل البسيط. ايوه اللي بيتكون من ويل زائد المصدر اهو. اللي بعديها اي ام شور. اول ما لقيت اي ام شور خلاص اهو. ذا بابلشرز الناشرون ذا برايس وين مور بيبل باي ذا بوك. يعني الناشرون سيخفضون السعر لما مزيد من الناس يشتروا الايه؟ الكتاب. يبقى هنا هناخد ويل ريديوس. هناخد ويل زائد الايه؟ ويل زائد المصدر. I think it's best that program will you watch it with me. يعني بيقولوا انا اعتقد ان انا ساشاهد هذا البرنامج. انا اعتقد. يبقى think دي دلة على المستقبل البسيط اللي بتكون من ايه؟ من ويل زائد المصدر. خلي بالك انا بعيدك الفكره مره واثنين وثلاثه بس يا رب تذاكرها بقى. I think printed newspaper. انا اعتقد ان الجرائد المطبوعه is best in the future. هيحصل لها ايه؟ ستستبدل. يعني هتتعمل بطريقه ثانيه فهنقول will be replaced اللي هي في المجهول مفعول will be والتصريف الثالث للفعل. يلا يا جماعه. My grandson حفيدي عمر 12 next Friday. حفيدي عمر هيكون عنده 12 سنة الجمعة القادمة. العمر حقيقة والحقيقة مع المستقبل البسيط يعني من ويل زاد الايه؟ مع ويل زاد المصدر. اللي بعديها My brother will go to the park when he space his homework. هنا بقى في حتة مهمة جدا يا جماعة اللي هي حتة ايه يا جماعة؟ الروابط. الروابط لما نلاقي رابط زي after as soon as او till او until يجي بعديه مضارع بسيط. يجي بعديه ايه؟ مضارع بسيط او مضارع تام. يجي بعديه ايه؟ رقم واحد اهو. رقم واحد مضارع بسيط او رقم اتنين مضارع تام. وممكن يا شباب يبقى مضارع مستمر. يبقى الروابط يجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام بشرط ان يكون الفعل الثاني مستقبل او امر او مضارع. يبقى لو شفت الرابط ادي الرابط اهو. نبص الفعل اللي بعد منه تمام. هندور على مضارع بسيط. يعني ايه مضارع بسيط؟ يعني المصدر او المصدر فيه اس. طب فيه ده هنا هي بقى هنضيف الفعل اس يبقى فينيشز. ركز الله يكرمك عشان الحته دي مهمه جدا. بقول لك ايه؟ as soon as بمجرد ان هي ريفايزز ذا يونت. يعني بمجرد ما يراجع الوحده. خلي بالك ريفايزز مضارع بسيط. هي سبيس هوم ورك يعني هيعمل الواجب صح كده. يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ ويل دو. ليه؟ لان انا قلت لك الرابط يجي بعدين مضارع بسيط او مضارع تام بشرط ان يكون الفعل الثاني مستقبل او امر او مضارع زيه. يلا يا جماعه. اي سبيس انتل اي هاف ماي بورشن اوف ذا كيك. بورشن يعني الجزء او النسبه من الكيكه ده. خلي بال حضرتك هنا هاف زمن الجملة ايه؟ مضارع بسيط. خلي بال حضرتك مش جملة زمن الجملة ايه؟ مضارع بسيط. فانا هنقول بالعربي ايه يا جماعة؟ لن اغادر حتى انال جزء من الكيكة. لن يعني منفية فهناخد وانت ليف. يعني دايما تلاقي كلمة تل او انتل يجي قبليها مستقبل منفي وبعديها ايه؟ مضارع بسيط او مضارع تام ايه؟ مثبت. ركز بالله عليك.
يلا يا جماعة. Next year my little sister 10. بنقول بنت صغيرة حب عندها 10 سنوات. العمر حقيقة، والحقيقة مع ايه؟ مع ويل. الحقيقة مع المستقبل البسيط. أساتذتنا الكرام كانوا بيعلموها لنا كده. After I have done homework. بص كده، after I have done. Have done ده ايه؟ مضارع تام. Have done ده ايه؟ مضارع تام. وانا قلت لك الرابط يجي بعدين مضارع بسيط او مضارع تام بشرط ان يكون الفعل الثاني في المستقبل. يبقى I ايه؟ I will go out. Once you finish the exercise. Once دي معناها ايه؟ As soon as. يعني بمجرد ان. يعني بمجرد ما تنتهي من التمرين ها؟ سوف تنظف حجرتك. هنا once رابط جي بعدها مضارع بسيط، يبقى التاني هيبقى ايه؟ هيبقى مستقبل، يبقى you will clean. انتبه، ربنا يرضى عنك. I expect that more tourists the Egyptian museum after the expansions. يعني اتوقع ان مزيد من السياح سيزوروا الايه؟ المتحف المصري بعد التوسعات. يا حبيبي مش كلمه expect دي تدل على المستقبل البسيط؟ ايوه، اللي بتكون من ايه؟ من will زائد المصدر، وبالتالي هنقول will visit. يلا يا جماعة. Who do you think؟ يعني من تعتقد؟ The final game. أحمد أو عبدو؟ مين اللي هيفوز بالمباراة النهائية؟ أحمد ولا عبدو؟ كلمة think يا مستر ده اللي على المستقبل البسيط، والمستقبل البسيط بيكون will زائد الإيه؟ will زائد المصدر، يبقى will win. My son hopes that he is based a doctor when he grows up. إحنا عندنا رابط يا جماعة اللي هو win صح؟ وجي بعده إيه؟ مضارع بسيط اللي هو إيه؟ grows up. فالقاعدة بتقول إن الروابط يجي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام بشرط إن يكون الفعل الثاني في المستقبل، وأصلاً إحنا عندنا كلمة هوبس تدل على المستقبل البسيط، يبقى هنقول ويل بي. حبيبي أنا بنعيد لك مثال واثنين وثلاثة وعشرة، خلي بالك عشان بس تبقى أنت إيه يعني خدت حاجة خجلان شوية. She'll phone us as soon as. بص أدي as soon as أدي الرابط خلاص؟ جه هنا مستقبل، بعد الرابط هندور على إيه؟ بعد الرابط هندور على يعني مضارع بسيط على يعني مضارع تام. طب بص المضارع البسيط يعني المصدر او المصدر فيه اس، يبقى هنقول arrives، ومعنى الجمله ان هي هتتصل بمجرد ما تصل في مطار مدريد. We hope our football national team. نتمنى ان الفريق القومي بتاعنا اسبيس وينز افريكان كاب، ان يفوز بكاس الامم الافريقيه. مش كلمه هوب دي مستقبل بسيط؟ المستقبل البسيط اللي هو ايه؟ اللي هو ويل زائد المصدر، يبقى اقول ويل وين. احمد هاز جاست ديسايدد. ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه قرار او ترتيب وقتي. والترتيب الوقتي ده يا جماعه من استخدامات المستقبل البسيط، اللي انا قلت لكم هتلاقي جاست ديسايدد او ديسايد ناو او نفي قبل ديسايدد او نفي قبل ميد اب مايند. فساعتها تاخد ايه؟ تاخد ويل زائد المصدر، ولما تبقى من فيها تاخد ايه؟ تاخد وونت زائد المصدر، يبقى زاد هي وونت ترافل ابرود، يعني لن يسافر الى الخارج. بص كده اهي كتبت لك القاعده برضو. بعد الروابط، الروابط يا جماعه يجي بعدها مضارع بسيط. يعني ايه مستر مضارع بسيط؟ يا حبايبي المضارع البسيط اللي هو المصدر او المصدر مضاف له اس، المصدر مع اي وي وزي ويو الاسم الجمع، والمصدر فيه اس مع هي وشي وات والاسم المفرد، او مضارع تام. مضارع تام يعني ايه؟ يعني تلاقي هاف او هاز والباست بارتيسيبل اللي هو تصرف الثالث الفاعل، او مضارع مستمر يعني ام او از او ار والفيرب مضاف له اي ان جي بشرط ان يكون الفعل الاخر في مستقبل امر مضارع. القاعده كنت قلت لك كم مره لما شرحت الوقت جبت لك ثانيه. بص كده الروابط بقى اللي هي مين؟ اللي مش حافظ الروابط يحفظها. بص يا حبيبي كده اهو. بعد افطر بمجرد ان، as soon as، حتى يعني تل او انتل، عندما وين، قبل بيفور، بحلول الوقت باي ذا تايم، بينما وايل، في اللحظه التي ذا مومنت، في اللحظه التي ذا مومنت، في الدقيقه التي ذا مينيت، في اليوم الذي ذا داي، بعد ان، ناوزت، ناوزت في الحال immediately. immediately خلي بالك ربنا يرضى عنك. بص كده هدي لك امثله كمان عليهم عشان دي مهمه جدا، مهمه جدا. افتر عمر سبيس ذا شوبينج هي ويل جو. بص انت عندنا الفعل الثاني ويل جو اهو مستقبل، يبقى هنا عندنا الرابط اللي هو افتر، هنجيب بعديه ايه؟ مضارع بسيط يعني المصدر او المصدر في اس. طب ما احنا عندنا المصدر في اس اهو، او مضارع تام يعني هاف او هاز وتصرف ثلاث الفاعل. طب ما هو هاز ضن اهي، يبقى هنعلم على الاثنين دول. يلا يا حبيبي. When I space I will have a rest. يعني عندما اغسل سوف ايه؟ سوف استريح.
هندور على مضارع بسيط يعني المصدر، ما هو او مضارع تام يعني هاف او هاز وتصرف ثلاثة الفاعل. طب ما هو يبقى هنعلم على دول الاثنين. While space for the bus I will be drinking my juice. انا عايزك دي بالذات بالله عليك تحاول تكتبها ورا مني، انا هكتبها لك برضه. بص كده احنا عندنا كلمة while، بص كده بالذات دون على الرابط كله يليها ها مضارع مستمر، ولو مش عارف يعني ايه مستمر بالله عليك اكتب لي اما واذا ار فعل مضاف الى ان جي. خلي بالك والفعل الاخر الثاني بقى هيبقى ايه؟ مستقبل مستمر. مستقبل ايه يا جماعه؟ مستمر. بص حضرتك هنا ايه؟ ادي مستقبل مستمر اللي هو ويل بي والفعل مضاف الاي ان جي. مستقبل مستمر يعني ويل بي والفعل مضاف الاي ان جي. طب والثاني هيبقى ايه؟ مضارع مستمر. يعني ايه مضارع مستمر؟ يعني ام او اذا وار الفعل مضاف له اي ان جي. يبقى نو، يبقى هنقول بينما انا انتظر الاتوبيس انا سوف اشرب او هنكون بنشرب الايه؟ العصير بتاعي. يلا يا جماعه كنا مثال عليهم كده اهو. When I space as one next month I will have gone there for the first time. يعني بنقول لما هنروح اسوان الشهر القادم هنكون رحت هناك للمره الرابعه، يعني هتبقى دي المره الرابعه بالنسبه لي. يبقى ده هنا رابط، الرابط ده هيجيني بعديها ايه؟ مضارع بسيط او مضارع تام. مضارع بسيط يعني المصدر اهو. When you meet Mr. أشرف، عندما تقابل مستر أشرف، space him to call me. يا جماعة بالله عليك ما تنساها برضه. لما تلاقي كما وما بعدش بعدها فاعل، خد الفعل في المصدر أو ضد زائد المصدر. تاني، لما تلاقي كما وما فيش بعدها فاعل، خد المصدر أو ضد زائد المصدر. تالت، لما تلاقي كما وما فيش بعدها فاعل، خد المصدر تلاهو أو ضد زائد الإيه؟ أو ضد زائد المصدر. يلا حبيبي، once يعني بمجرد ان هي سبيس هيز نيو باسبورت هي ويل ترافل تو مكه، يعني بمجرد ما يتلقى مجرد ما ياخد الباسبور بتاعه هيسافر على فين؟ على مكه. عايز مضارع بسيط؟ ما فيش، لان انا عايز المصدر او المصدر فيه اس، او مضارع تاني يعني هاف او هاز وتصرف ثلاث الفعل، فهناخد ايه؟ هاز ريسيفد. اي ويل جو اوت يعني سوف اخرج ويز يو وين يو سبيس يور تاسك، يعني عندما تكون اديت المهمه بتاعتك. الفاعل بتاعنا يو، عايز مضارع بسيط، هو في مضارع بسيط بس مش هينفع يا مستر، ده عايز المصدر لان الفاعل هنا يو. يبقى مضارع تام يعني هاف او هاز وتصرف ثلاث الفعل، هناخد هاف ايه؟ هاف دون. يلا يا جماعه اللي بعدين، وي وونت تو جو تو ذا ثياتر، مش هنذهب للمسرح. انتل وي سبيس فيرست كلاس تيكتس، حتى نحجز تذاكر درجة أولى. يبقى خلي بالك أدي عندنا أنطل اللي هو الرابط، هيجي بعدين مضارع بسيط يعني المصدر، يبقى أهو أهو. I will open the window يعني سوف أفتح الشباك. For you as soon as بمجرد أن it is space dark and hot، يعني بمجرد ما الجو يبقى إيه؟ dark وhot. dark يعني مظلم وhot يعني حار. أنا هندور على إيه؟ على مضارع بسيط، ما لقيتش. هندور على مضارع تام يعني هاف أو هاز وتصرف ثلاث الفعل، وبالتالي نستخدم has got. When she has finished، ادي مضارع تام اهو بعد الرابط. The training course يعني الفترة التدريبية. Next week she is based me how to carry it out، يعني سوف تعلمني كيف انفذها. يبقى ايه يا جماعة؟ يبقى هنا الرابط جيب بعديه مضارع بسيط، التاني يبقى ايه؟ يبقى will لو مستقبل. اللي بعدها زي سبيس ذس رود وين زي هاف جود فاندس، فاندس يعني رؤوس اموال. فروم ذا بانك يعني هم سوف يكملون هذا الطريق عندما يحصلون على رؤوس اموال من البنك. يبقى هنا يا جماعه ادي وين جاي بعديها مضارع تام هنا، يبقى تاني هيبقى في المستقبل، يبقى ويل كومبليت. يا رب يكون الشويه دول فعلا انظبطوا معاكم. يلا يا جماعه، Doctors and nurses will give the third dose. Dose يعني ايه dose دي؟ يعني جرعة. Of corona vaccine يعني مصل بتاع الكورونا. To old people الناس كبار as soon as بمجرد ان they space an agreement يعني اول ما يحصلوا على agreement from WHO. يبقى يا جماعة هنا ايه؟ هنا عندنا as soon as اهو، ده الرابط اهو. الفعل التالي في المستقبل اللي هو will give، يبقى هندور على as soon as هيجي بعدها ايه؟ مضارع بسيط او مضارع تام. مفيش مضارع بسيط لكن في مضارع تام، يبقى هاف جوت. اللي بعدها the government will announce اهي، يعني سوف تعلن عن
about vacant flats يعني شقق شاغرة أو فاضية يعني. When the space painting is in يعني عندما ينتهون من دهنهم. عايزين مضارع بسيط مفيش، في مضارع تام يعني فيها هاف أوز وتصرف تلات الفعل أهي، يبقى هاف فينيشت. يلا يا جماعة. You space better after getting the new medicine يعني أنت سوف تشعر بتحسن بعد الحصول أو بعد ما تاخذ الدواء الجديد. أدي الرابط، وعشان أفطر ما جاش بعدها فعل، جه بعدها فعل فاين جي، بس الفعل التاني هيكون ربنا يفتح عليك في المستقبل، يبقى نقول ويل فيل. When we space any more information يعني عندما نحصل على أي معلومة إضافية. Next week الأسبوع القادم we will let you know يعني سوف إيه؟ سوف ندعك تعلم. بص كده يا حبيب، أدي وين، ادي الرابط والفعل الثاني في المستقبل، يبقى انا عايز ايه؟ يا مضارع بسيط يا مضارع تام، يعني المصدر او المصدر فيه اس او هاف او هاس وصرف ثلاث الفعل، هنستخدم جيت. اهو يا جماعه، وانس رابط معناه بمجرد ان. يو سبيس مانجر تومورو يعني بمجرد ما تشوف المدير غدا. ويل يو بليز يعني من فضلك، مستقبل اهو، اسك هيم تو كول مي ممكن من فضلك بس تخليه يتصل بيا وكلمني، يبقى هنا الرابط عايزين بعديه مضارع بسيط، يعني المصدر او المصدر فيه اس، يبقى اهو. اللي بعديها اي سبيس اور هوليداي فوتوز وين اي كام تو سي يو تومورو يعني انا سوف احضر الصور بتاعت الاجازه عندما اتي لكي اراك غدا. ادي الرابط اللي هو مين؟ وين، وبعدين مضارع بسيط اللي هو كام، يبقى الفعل التاني هيكون فين؟ الله يفتح عليك في المستقبل، يبقى هيبقى ايه؟ ويل برينج. يلا يا جماعه، وين اي سبيس ذا اكسبيرمنتس اللي هي التجارب. اي كولكت اول ريزلتس يعني سوف اجمع كل الايه؟ النتائج. يعني بنقول يا جماعه عندما اعمل التجربه، هنا يا جماعه في ويل كولكت يعني هنا في مستقبل صح؟ يبقى انا عايز ايه بعد الرابط هنا اهوت؟ عايز بعد الرابط ده اهو مضارع بسيط فيه ماي اي مش هتاخد داس، يبقى مش هتنفع. هندور على مضارع تام يعني هاف او هاز وتصرف تلات الفعل، يبقى هاف دون. يلا يا جماعه اللي بعدين، وانس ادي الرابط معناها بمجرد ان. يو سبيس يور هوم وير ويل يو تايدي يعني هل يمكن ان ترتب يور روم بليز، الحجره بتاعتك من فضلك. بص كده الرابط جه هي هنجيب بعدين مضارع بسيط يعني المصدر او المصدر في اس، يبقى يعني خلاص يا جماعه هنا الفعل يو. طبعا ندور على المضارع البسيط، لا ده هنا فينيشز مش هتنفع لان ناخد المصدر مع اي وي وزي ويو الاسم الجمع، يبقى ندور على المضارع التام اللي هو هاف فينيشد. اللي بعدها normal people won't travel الناس العاديين لن يسافروا into space until it is space less expensive until it is space less expensive حتى يصبح أقل تكلفة. هنا يا جماعة الرابط أهو، وهنا عندنا ديت إيه؟ مستقبل، يبقى التاني هيبقى إيه؟ مضارع بسيط يعني المصدر أو المصدر فيه إس تمام مفيش، أنا هاخد مضارع تام. طب إنت هتاخد هاف ولا هاز؟ لا طب هتاخد هاز، فهنقول هاز become. يلا يا شباب، I am sure أنا متأكد that merchants التجار the price when more people buy our products يعني أنا متأكد إن التجار هيقللوا الأسعار لما مزيد من الناس يشتروا الإيه؟ المنتجات دي. products يعني المنتجات. بص يا سيدي الفاضل، I am sure دي كلمة دالة على المستقبل البسيط اللي هو بيتكون من إيه؟ من will زائد المصدر، وبالتالي هناخد will reduce. المستقبل القريب ده اسمه زالير فيوتشر، والمستقبل القريب ده يا جماعه بيتكون من فاعل ام او از او ار جوينج تو زائد المصدر، وده هو بيعبر عن النيه والخطط المستقبليه وافعال على وشك الحدوث. النيه والخطط المستقبليه وافعال على وشك الحدوث. طب ايه كمان يا جماعه؟ التنبؤ بدليل معنوي. التنبؤ بدليل معنوي. رقم ثلاثة التحذير، بس التحذير هنا يبقى بإيه؟ بعلامة، وهنفهمها كل واحدة مثلا بنعمل لك إجمالي كده. رقم أربعة، خلي بال حضرتك، رقم أربعة الصفات الشخصية المؤقتة. رقم خمسة لما حضرتك بتلاقي جملة مضارع مستمر بتاخد في الجملة الثانية مستقبل قريب ما عدا القرارات السريعة. كذلك يا جماعة الطموح الشخصي، تعال كده نشوف الكلام ده واحدة واحدة كده. المستقبل القريب اللي هو بيتكون من إيه يا جماعة؟ بتكون من فاعل ام او از او ار جوينج تو زائد المصدر، ده في المعلوم معناه ينوي ان او معناه على وشك او معناه سوف،
وعايزك تبقى عارف ان am او is او are going to بتساوي am او is او are، وبعدين نجيب بعدها كلمة about to. am او is او are about to معناها على وشك، دي بتساوي دي، تبقى عارف حتى دي مبدئيا. في المجهول يعني الجملة بتبدأ بمفعول ب، يبقى مفعول وبعدين am او is او are going to be وتصير تلات الفعل، مفعول وبعدين am اهو او is او are going to be وبعدين التصريف الثالث للايه؟ للفعل. بص كده معايا اهو، ذا هاوس المنزل، المنزل ايه يا جماعه؟ هيدهن ولا يدهن؟ لا طبعا يدهن، يبقى هنقول is going to be painted اهو. طيب الاستخدامات زي ما قلت لحضرتك، اول استخدام النية والخطط المستقبلية، النية والخطط المستقبلية والقرارات، ودي نعرفها منين؟ اسمع بقى يا بني، يخطط بلان، يخطط بلان، ينوي intend، ينوي intend، يقرر decide، يقرر decide. أساتذتنا الكرام كانوا يقولوا لي إيه؟ plan intend decide going to، plan intend decide going to، يعني لو لقيت plan أو intend أو decide خد going to، أو decision، decision يعني قرار، أو made up mind يعني يقرر، أو intention يعني نية، أو سيف بمعنى يوفر أو يدخر. وبالله عليك تحفظهم لي كده، بتحفظ معنى الكلمات. يخطط بلا، ينوي intend، يقرر decide، نية intention، قرار decision، يوفر سيف، يقرر made up mind. تعالى كده نشوف أمثلة كده يا جماعة، examples أهو. بيقول I am saving، أه أهي I am saving، من ناحية save ده أصلا دال على المستقبل القريب، ومن ناحية تانية أنا لسه جاي لك الوقت شافه وكده، إن المضارع المستمر لما تلاقي عندك جملة مضارع مستمر تاخد التانية مستقبل قريب، ما عدا لو كانت قرار سريع. يبقى نقول I am saving money، I am going to buy a new car، يعني هنشتري عربية جديدة أهو. التنبؤ بدليل معنوي، يعني إيه دليل معنوي يا مستر؟ يعني حاجة ممكن نشوفها لكن ما نلمسهاش، حاجة نشوفها. بص كده It's cloudy، cloudy يعني ملبد بالغيوم. It is supposed to rain، إنها ستمطر. يعني عرفت منين إنها هتمطر يا جماعة؟ لأني شفت الغيم بعيني. أو My aunt is pregnant، يعني إيه pregnant؟ يعني حامل. فالحمل ده ممكن تشوفه بس ما تعرفش تعمل معاه. She is best a baby، يبقى سوف ها تنجب بيبي، يبقى is going to have a baby. أهي. طب إيه كمان يا جماعة؟ قال لك فعل على وشك الحدوث، حاجة على وشك إنها تحصل. بص The branch is shaking hard، branch يعني الفرع بيهتز بشدة. It is peaceful down، يبقى أنا هوت لو قلت أنا هناخد is going to عشان يا مستر لقيت هنا مضارع مستمر نقول لك تمام، ولو قلت لك عشان خاطر هو فعل على وشك الحدوث نقول لك برضه تمام. يبقى يا جماعة فعل على وشك الحدوث. بعد كده الصفات المؤقتة، يعني صفات مؤقتة؟ يعني حاجة بتزول بعد فترة قصيرة، زي مرتعب أو مرهق tired أو exhausted. يعني مثلا يقول علي is tired، علي متعب. هي is space arrest، خلي بالك ان احنا قلت لك ان الصفات الدائمه، الصفات الدائمه مع ويل، الصفات الدائمه مع ويل، اما الصفات المؤقته مع going to يبقى نقول is going to have arrest، يعني سوف يستريح. مع المضارع المستمر، وما تنساش قلت لك لو لقيت جمله مضارع بسيط، مضارع بسيط تاخد ويل، وقلت لك المضارع المستمر ما عدا مين؟ اهو ما عدا القرار السريع. لا القرار السريع تلاقي مضارع مستمر وهتعرف لكن بتاخد ويل برضه. علي is studying hard his best exam، يبقى is going to pass the exam. is going to pass the exam. بص بقى في حته عايزك تخلي بالك منها قوي قوي قوي. بص يا جماعه في فعلين، في فعلين، في ثلاث افعال، الفعل قام والفعل جو والفعل ليف، والفعل ايه والفعل ليف. الافعال الثلاثه دول يا جماعه، الافعال الثلاثه دول نستخدمهم مع المضارع المستمر بدلا من المستقبل القريب. يبقى ثلاث افعال زي ما قلت لك، قام وجو وليف، الثلاثه ده هم الافضل الاحسن نستخدمهم مع مين؟ مع المضارع المستمر. يعني مثلا نقول شي از بيست تو مورو، كامينج ولا از جوينج تو كام؟ لا كامينج تو مورو. اهي خلي بالك الحته دي كويسه الله يرضى عليك. برضه يا ولاد قلت لكم ايه؟ الطموح الشخصي، يعني واحد نفسه يبقى دكتور، واحد نفسه يبقى مهندس، يبقى يقول I am going to be a doctor، يعني انا ان شاء الله هكون دكتور. التحذير بقى يا جماعه، بس التحذير بعلامه، خلي بالك التحذير من غير علامه كان من استخدامات المستقبل البسيط، ركز معايا. احترس watch out اهو، احترس watch out، بعدها ايه؟ وبعدها الاكسكلاميشن مارك،
او كن حريص بي كيرفول وبعدها علامه التعجب، او احترس تيك كير وبعدها علامه التعجب، او لوك اوت وبعدها علامه التعجب، واتش اوت احترس يوز بيس انتو ذا هول، يعني بنقول لك خلي بالك احسن انت هتوجع فين؟ في الحفره اتش او ال اي مش دي خالص. خلي بالك سيادتك اهو، احترس والا ستقع في الحفره. يبقى هنا هنقول ايه؟ ار جوينج تو فول. ليه يا مستر؟ اصل في تحذير. ايه التحذير ده؟ ان هو كلمه واتش اوت والتحذير ده فيه علامه اهي. ركز بالله عليك. يلا يا باشا. She is based an archaeologist. When she leaves university, that's her plan. خلي بالك حضرتك اهو. يعني يا جماعه بنقول ايه؟ بنقول ان هي عايزه تكون archaeologist يعني عالم اثار. When she leaves university عندما تترك الجامعه that's her plan. خلي بالك يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ هنقول is going to become. ليه يا مستر؟ هنقول اللي ما عليك لان في كلمه بلا. وليه كمان؟ ولان ده طموح شخصي. وهتقول لي يا مستر مش تكلم شويه ان الروابط بيجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام والتاني مستقبل؟ ما انت قلت بنفسك مستقبل، انا ما حددتوش مستقبل ايه؟ ما قلتش مستقبل بسيط ولا مستقبل قريب، انت لابد انك تتفهم الجمله وتشوف على حسب الاستخدامات. تعالوا نحل عليه تمرينات كتير كده عشان نظبطه لكم باذن الله عز وجل، زي ما عملنا مع المستقبل البسيط. The sky is cloudy، يعني السماء ملبده بالغيوم، يبقى ده ايه؟ تنبؤ بدليل معنوي، يبقى هيروح مع going to، يبقى it's going to rain. There is a crack in the wall، يعني في شرخ في الحيطه. I think it is best soon. أعتقد إنها ستسقط حالا. هنا تنبؤ بناء على دليل. دليل إيه؟ دليل معنوي. ليه؟ أنت شايف الشرخ اللي قدام منك أهو، فعل على وشك الحدوث وفي تنبؤ بيه، فهنقول is going to fall. واحد يقول لي يا مستر هو مش فيه سينك، وسينك ده دل على المستقبل البسيط، نقول له أيوه، بس الاستخدام أقوى من الكلمة الدالة. تاني الاستخدام يا جماعة، الاستخدام بيكون أقوى من الكلمات الدالة. فلما يجي بيشرح لي استخدام من الاستخدامات، لا هناخد going to لأنها تبقى أقوى من الكلمات اللي دل على المستقبل البسيط. He is driving too fast. أهو driving دي مضارع مستمر، يبقى he is based an accident يعني هيحصل له حادثة. ما أنا قلت لك لما تلاقي جملة مضارع مستمر ما عدا القرار السريع، يبقى تاخد في الثانية إيه؟ is going to، يبقى نقول is going to have an accident. يلا حبايبي. بيقول يا جماعة the sky looks very cloudy، السماء تبدو ملبدة and dark. I think it A. يا جماعة ده كده تنبؤ بناء على دليل معنوي، فيبقى هناخد A going to، يبقى هنقول it is going to rain يعني انها سوف تمطر. She is saving up، عمالة تحوش. As she is based a new mobile، عشان عايزة تشتري موبايل جديد. بص هنا ايه؟ مضارع مستمر، واصلا كلمة save دل على going to، يبقى هنقول is going to buy يعني انها تنوي ان تشتري. يلا يا جماعة. There are no clouds، مفيش سحب. In the sky today I think it is best very hot، يعني أعتقد إنها هتكون حر جدا. خلي بال معليك هنا تنبؤ بدليل معنوي، لأن قلت إيه؟ مفيش سحب، مفيش سحب. يلا يا حبيب. A lot of people are waiting for the museum، كتير من الناس for the museum to open يعني المتحف لكي يفتح. It is best be busy there today، يعني النهارده هتكون ايه؟ هيكون مزدحم. يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ is going to. ليه يا مستر؟ اولا ادي مضارع مستمر، الشيء الثاني ده تنبؤ بناء على دليل معنوي، لان انا شايف الناس وهم واقفين قدام الايه؟ اهو قدام المتحف. يلا يا جماعه. Where does your family's base go on holiday next summer؟ يعني يعني الكلام ايه يا جماعه؟ اين اسرتك تنوي ان تذهب في الأجازة في الصيف القادم؟ يبقى ينوي يعني إيه؟ ربنا يفتح عليك، ينوي يعني intend. يلا يا جماعة. It's 35 degrees يعني 35 درجة and only 7 a.m. والساعة كام؟ 7 صباحا. It is best very hot today، يبقى سوف تكون إيه؟ حار. تنبؤ بناء على دليل معنوي. الدرجة 35 والساعة 7 الصبح، يبقى تنبؤ بناء على دليل معنوي، يبقى نقول is going to. يلا يا حبايب. There are a lot of people in the room، في ناس كتير خالص في الحجره. It is best difficult to find a chair، فهيكون من الصعب ان الانسان يجد ايه؟ انه هيجد كرسي. برضه تنبؤ بناء على دليل معنوي، يبقى نقول is going to be. تعالوا بقى يا جماعه نشوف اللي بعد كده. The present اهو، the present continuous او continuous tense يعني زمن المضارع المستمر، اللي هو في المعلوم بيتكون من فاعل ام واز وار والفيرب مضاف له اي ان جي.
طب الاستخدام بتاعه؟ قال لك فعل في المستقبل تم الإعداد والترتيب له، زي السفر أو زي الاجتماعات. أو إيه يا جماعة؟ أو خطط شخصية مكتملة بيذكر فيها مكان الفعل أو وقت الفعل. طب إيه كمان؟ التنبؤ بس بناء على دليل مادي. مادي يعني حاجة تحطها في جيبك، زي الباسبور، زي التيكت، زي الفيزا إلى آخره. خلي بال حضرتك، التنبؤ بناء على دليل مادي. الحاجة الثانية يا جماعة، فعل يحدث في وقت فعل أو نجد كلمة كانت. فعل يحدث في وقت فعل أو نجد كلمة كانت. وأهم استخدام من استخدامات المضارع المستمر هو المناسبات الاجتماعية. تعالي بقى نظبطه لك واحدة واحدة. بص كده، قلت لك بيتكون من فاعل أما وإذا وآر والفيرب المضاف له ING. الاستخدام الأولاني فعل تم الترتيب له وهو معروف مقدما، زي السفر والاجتماعات. وهنا تحفظ الكلمات الدالة، وبالله عليك تحفظ لك معاني كلمات، يعني تحفظ لي كده: يرتب arrange، يعد prepare، prepare يرتب arrange، ترتيب arrangement، ترتيب arrangement، يستعد get ready، يستعد get ready، كل شيء على ما يرام، everything is okay، everything is okay، everything is okay. بص كده، it's arranged انه امر مرتب. I space abroad next month، يعني ساسافر الى الخارج، خلي بال حضرتك، الشهر القادم. it's arranged يعني دل على المضارع المستمر، يعني دل على ام او اس او ار والفعل مضاف له ing، فنقول I am traveling يعني انا مسافر. الثانيه خطط شخصيه مستقبليه مكتمله يذكر معها مكان او وقت الفعل او الاثنين معا. ثاني خطط شخصيه مكتمله يذكر معها وقت او مكان الفعل او الاثنين، ايه او الاثنين مع. بص كده يا جماعه، دي كانت الجمله دي في كتاب ثالث اعداد، هي بتقول ايه بقى؟ I am space to as one in the sleeper train tomorrow. القطر اللي بيبقى فيه سراير للنوم ده بيقول ان انا مسافر، ها، لاسوان، يبقى ده المكان، ده المكان اهو. خلي بال حضرتك، in the sleeper train tomorrow ده الزمان اهو، يبقى هنا يا جماعه ذكر المكان وذكر الزمان، يبقى خطط شخصيه مكتمله، يبقى هنستخدم am traveling. طب اللي بعد كده قال لك التنبؤ، بس التنبؤ بدليل مادي. دليل مادي يعني ايه؟ وزي ما قلت لك، حاجه تحطها في جيبك، فيزا، تيكت، باسبور، او ما يترتب على الفعل بوكد. بوكد يعني حجزه، او ريزيرفد يعني حجزه. فانت لما بتحجز وحضرتك بيدوا لك ورقه بالحجز، فممكن تحطها في جيبك. خلاص، يبقى هنا اسمه تنبؤ بدليل ايه؟ بدليل مادي. يبقى التنبؤ من غير دليل خالص مع المستقبل البسيط. تنبؤ بدليل معنوي، معنوي اذا ما قلتلك تشوفه بس ما تعرفش تلمسه، يبقى مع المستقبل القريب. شيء مادي يبقى مع مين يا جماعه؟ مع المضارع المستمر بتاع ابو ام و از و ار و فيرب في اي ان جي. شي هاز جوت ا تيكت، اهو ادي التيكت. شي از بيز ذا ماتش ات ذا ستاديوم، يعني هي ستشاهد المباراه في الاستاديوم. يبقى هنقول ايه؟ ربنا يفتح عليك، هنقول از واتشنج. بص يا سيدي الفاضل، فعل يحدث في وقت نفس وقت فعل او نجد كانت. بص كده، اي كانت جو ويز يو، يعني لن استطيع ان اخرج معك. ليه؟ I space for the exam، لان انا هنكون بالراجع للامتحان. طالما لقيت كلمه كانت اهو، هناخد مضارع مستمر، يعني هناخد ام او اذا وار والفعل مضاف له ing. زي ما قلت لك، من اهم الاستخدامات بتاعته المناسبات الاجتماعيه، اللي هي ايه؟ زواج، حفلات، مقابلات. زواج، حفلات، مقابلات. سلمى هير بيرث داي نيكست مانداي، يعني سلمى ستحتفل بعيد ميلادها الاثنين القادم. هنا يا جماعة يحتفل، دي مناسبة اجتماعية، يبقى هناخد ايه؟ هناخد مضارع مستمر، يعني ام او از او ار والفيرب مضاف له ان ايه؟ اي ان جي. اللي بعديها، ماي سيستر از بيس ماريد تومور، يعني اختي ستتزوج غدا. يتزوج ده مناسبة اجتماعية، يعني ام او از او ار والفعل مضاف له اي ان جي، يبقى نقول از جيتنج ماريد. اللي بعديها، with best the minister at 11 o'clock next Tuesday، يعني سنقابل الوزير. مقابلة، مناسبة، لازم يكون فيها إعداد ولازم يكون فيها ترتيب، يبقى هناخد مضارع مستمر، يعني هناخد am أو is أو are والفعل مضاف له ing. بص يا حبيبي كده، the school inspector يعني المفتش بتاع المدرسة، our school next Thursday، يعني هيزور المدرسة بتاعتنا الخميس القادم. برضه لها ترتيب. هتقول لها ترتيب ازاي؟ المفروض النظر عارف والمدرسين عارفين والمفتش بيجي يحضر من الحصه الاولى وبيستنى لغايه نهايه اليوم الدراسي وبيلف مع المدرس في كل الفصول ويشوف مشاكل الطلاب، فتبقى ايه؟ حاجه مهمه. فنقول ايه يا جماعه؟ نقول از فيزيتنج، كله مستنيين، كله مستني اليوم ده.
يلا يا جماعه. She is based about the latest development يعني اخر التطورات. At the meeting tomorrow يعني نحن سنعرف، نحن سنعرف عن اخر التطورات في الاجتماع غدا. خلي بال معليك بقى، هنا بقى يا شباب في مشكلة عندنا. ايه هي المشكلة اللي عندنا؟ ان نو فعل من افعال الحالة اللي ما ينفعش نحط لها ان جي، اللي ما فيش فيها اكشن يعني ما فيش فيها حركة، فالافعال دي ما نحطلهاش اي ان جي، فنعمل ايه ساعتها؟ قال لك والله لما يجي لك فعل من افعال ده هي استخدم going to نيابة عن المضارع المستمر، استخدم المستقبل القريب نيابة عن المضارع المستمر، يبقى نقول is going to know. خلي بالك من حاجات اللي زي دي بالله عليك، انت طالب في ثانوية عامة يعني لازم تركز على الحاجات اللي زي دي، او ثانوية أزهرية الحتة اللي زي دي. ما هي ما اسألك في ايه، ما احنا عايزين اسئلة في الامتحان تفرق طالب من التاني. يبقى بص، اذا كان الفعل تم الترتيب له وهو لا يوضع له اي نجي، اللي هو افعال الايه زي ما قلت لكم، اللي هو افعال الحالة اللي تعبر عن حالة لكن ما بفيش فيها اكشن، اللي هي افعال العاطفة والادراك والملكية. واللي فيكم عايز يزود شو دول، انا كنت عامل فيديو في الايه الستاتيف فيربس. يبقى هنستخدم am او is او are going to زي ما قلت لحضرتك اهي. يلا يا جماعه، tomorrow afternoon I is based to a secret location يعني بكره بعد الظهر انا هنسافر لموقع سري. it's arranged والله ده ساعه ما لقيت كلمه arranged على طول هندور على am او is او are والفعل في i ان جي. I am traveling. يلا يا جماعه اللي بعديها بيقول you have arranged to have lunch with your brother tomorrow. You say I space lunch with my brother tomorrow. يعني بيقول انا رتبت، طالما لقيت كلمه رتبت ان انا هنتغدى مع اخويا بكره، يبقى ده معناه هندور على مين؟ على am او is او are، الفعل مضاف له ing، يبقى نقول I am having. واحد يقول لي يا مستر يا مش هاف دي ما نحطلهاش ing، هنقول لك have لو معناها يملك ما نحطلهاش ing، لكن لو كان معناها يتناول او اي معنى ثاني ينفع لها نحط لها ing عادي خالص. يلا يا جماعه، I is based to Cairo next weekend يعني انا مسافر للقاهره نهايه الاسبوع. It's already arranged. يا جماعه والله صعب لما نشوف كلمه arranged بندور على am او is او are، الفعل مضاف له ing، يبقى ناخد I am traveling. اللي بعديها It's arranged with based to the Red Sea this summer يعني نحن ذاهبون الى البحر الاحمر هذا الايه الصيف. مش قلت لحضرتك ناخد ايه؟ ناخد مضارع مستمر، يبقى نقول ار جوينج. اصلا كده ولا كده انا باين لك ان الفعل جو والفعل كام والفعل ليف تستخدمهم افضل في المضارع المستمر. I can't talk at the moment. بص ادي كانت اهي بتدل على ايه؟ على ام او اذا وار والفعل مضاف له ان جي. لا استطيع ان اتحدث في هذه اللحظه. I am doing يعني ان انا اعمل my homework يعني الواجب بتاعي. يلا يا جماعه، everything is arranged يعني كل شيء مرتب. We spend the holiday in Alex يعني نحن سنقضي الأجازة، هنقضي الأجازة فين؟ في اسكندرية. طالما مرتب يبقى هنقول ايه؟ am او is او are فعل مضاف له ing اهو. يلا يا جماعة، We spend for Alex next Friday. Everything is arranged. والله يعني بعد مثلا ما المثال يتكرر يجي خمس ست مرات وما تعرفش تحل، لا بقى يبقى نقول are leaving يعني نحن سنغادر الاسكندرية الجمعة القادمة، كل شيء مرتب. يلا يا جماعة، بيقول وي سبيس ا فاميلي بارتي اون ساتردي مناسبة اجتماعية، احنا عندنا حفلة أسرية يوم السبت. وود يو لايك تو كام، هل تحب انك تيجي؟ قلت لك ايه المناسبات هتبقى مع ان وإز وآر والفعل مضاف له اي ان جي. الشكل اللي عليه الدور يا جماعة البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط اللي هو مصدر الفعل مع اي وي وزي ويو والاسم الجمع، والمصدر في اس مع هي وشي وإت والاسم المفرد، والمضارع البسيط بيستخدم مع كل ما له جدول مواعيد. طب ايه الحاجات اللي فيها جدول المواعيد؟ تعالى كده نظبطها لك. تاني بص كده بنقول لك يا جماعه اهم. البريزنت سيمبل هو مصدر الفعل مع الفعل الجمع زي اي وبي وزي يو والاسم الجمع، والمصدر مضاف له اسم مع هي وشي وات والاسم المفرد، ويستخدم مع كل ما له تايم تيبل يعني جدول مواعيد. تايم تيبل ايه الحاجات اللي بتشتغل بجدول مواعيد؟ اي مؤسسه حكوميه زي المستشفى هوسبيتال، والمدرسه سكول، والنادي كلاب، والتلفزيون اللي هو التلفزيون بما فيه من برنامج بروجرام، برنامج بروجرام، مسلسل سيريز، مسلسل سيريز، فيلم، فيلم او موفي، موفي او مباراه ماتش. تلاقي البرنامج بالميعاد والمسلسل بالميعاد والفيلم بالميعاد والمباراه بالمواعيد، كل ده تلاقي مواعيد تايم تيبل مش شغاله كده بركاوي.
او يا جماعه وسائل النقل العام زي مثلا القطار ذا ترين يطلع بميعاد ويوصل بميعاد كل حاجه بالمواعيد، او الترام او الاتوبيس ذا باص، او الطائره ذا بلين، او الرحلات زي رحله جويه فلايت، او رحله طويله جيرني، او رحله بحريه فويج، او رحله قصيره تريب، او نزهه بيكنيك. كل دي حاجات بيبقى لها ايه؟ بيبقى لها تايم تيبل. بص كده حضرتك، سكولز المدارس ان سبتمبر، يعني المدارس بتبدا بشهر سبتمبر، يجي الوزير كده في اول السنه ويعمل تايم تيبل، المدرسه هتبدا بكذا والامتحانات كذا ونص السنه الاجازه كذا كده. يبقى هنقول ايه؟ هنقول ستارت اللي دفع الجامعه. نيكست ويك ماي انجلش ليسون ات 7 اوكلوك. بالله عليك بالله عليك، عايزك تميز المضارع البسيط بميزه معينه مش هتلاقيها مكتوبه في الملخصات، ان المضارع البسيط الفاعل بتاع الجمله بيبقى فاعل غير عاقل، ويا ريت خريج الاعدادي بيكتبها لكم كتابتها في المونتاج. يا جماعه المضارع البسيط، بص اهو ماي انجلش ليسون سكول، بص انجلش كورس، هتلاقي فاعل الجمله فاعل غير عاقل، وغالبا ما يعطينا الوقت مسبوقا بحرف الجر ات. تاني، الفاعل بتاع الجملة فاعل غير عاقل، وغالبا ما يعطينا الوقت مسبوقا بحرف الجر ايه؟ بحرف الجر اد. بص كده next week my English lesson، يعني درس الانجليزي، ده فاعل مفرد، يبقى هناخد المصدر مضاف له اس، وبالتالي ناخد ستارتس. يلا يا جماعة my English course، كورس اللغة الانجليزية at 4 o'clock this afternoon. ها يبقى انا هاخد ايه؟ ده فاعل مفرد، يبقى هناخد المصدر مضاف له اس. يلا يا جماعه هي از فلاينج تو لندن نيكست ويك، يعني هو مسافر لندن الاسبوع القادم. هيز فلايت اللي هو رحله الطيران، هي رحله الطيران ديت ايه؟ ده فعل الطيران، ده فعل غير عاقل. اوف ات 7 اي ام، الساعه 7. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا يا جماعه اداني فعل غير عاقل، وكمان ايه؟ وكمان اداني حرف الجر ات، يبقى هنقول تاكس لده. بص يا جماعه ماي كمبيوتر كورس، يعني الكورس بتاع الكمبيوتر ات 4 اهو، ادي ات اهو، فعل غير عاقل وادالك حرف جر ايه؟ اد. 4 o'clock this afternoon، يبقى هندور على ايه؟ ده فعل مفرد، يبقى ياخد المصدر في اس. اللي بعديها she won't go out until she finishes her homework. فكرني كده بجمله على الروابط، قلت لك الروابط زي until، يجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، والتاني يبقى في المستقبل. طب مضارع بسيط يعني she، هنضيف للفعل اس مع هي وشي وات والاسم الايه؟ والاسم المفرد. يلا يا جماعه There is a good film on TV tonight. It is based at 10 o'clock. بص بيقول لك في فيلم كويس خالص في الفيلم في التلفزيون اللي دي. وهيبدا الساعه كام؟ الساعه 10. بص ادي ايه؟ ده غير عاقل وادي حرف جر ات. يبقى هندور على ايه؟ هندور على المصدر، او المصدر في اس، ده فاعل مفرد، يبقى ناخد المصدر مضاف له اس. يلا يا حبيب ذا بلين الطائره ات 6. بص يا حبيبي فاعل مفرد غير عاقل، مداني الوقت مسبوقا بحرف الجر ات. خلي بالك الله يكرمك، اصل انت ممكن تقول الخطط الشخصيه المكتمله تدخل عليك مع المضارع البسيط، فانا بحذرك، بنقول لك ان الخطط الشخصيه دي بيبقى الفعل عاقل وبتستخدم مضارع مستمر، اما المضارع البسيط بيدي لك الوقت بس يبقى فعل الجمله فعل غير عاقل، فتقول ايه؟ takes on. The launch of satellite يعني اطلاق القمر الصناعي at 10 to 8 يعني الساعة 8 إلى 10 tomorrow. رغم إن ده tomorrow ومع ذلك ناخد إيه؟ ناخد إز. ليه؟ عشان الفاعل بتاع جملة فاعل غير عاقل، وكمان إيه؟ مديني الوقت مسبوقا بحرف الجر at. يلا يا جماعة don't be late، لا تكن متأخرا. The bus at exactly 10 o'clock، يعني الأتوبيس سيقلع الساعة كام؟ بالضبط كده الساعة 10. يبقى هنا هناخد إيه؟ هناخد المصدر مضافا له إس. بص يا جماعة أدي at وأدي الفاعل غير عاقل، يبقى إيه؟ leaves. حبايبي ربنا يكرمكم ويديكم الصحة والعافية، ده إيه اللي هنحط لكم التو بارت زي ما قلت لكم. في البارت التاني بقى إن شاء الله عز وجل هنكمل، لأن قلت لكم إن في ست إيه أشكال، فهنكمل إن شاء الله المستقبل المستمر والمستقبل التام، مهمين جدا. أعانكم الله وفتح عليكم مغالق الفهم والحفظ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.